نادي الانتر بان المباراه لم تنتهي بعد، ونادي فيرونتينا كان ممكن يعود باكثر من كوره، ولكن هنا بقى هنا على طول يا ولد يا ولد بيريسيتش، ايفان بيريسيتش امامنا بيسجل في هذه الكره. بروزوفيتش بروزوفيتش ايكاردي 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 مسات الخطوره من هناك اندريفا ولا لا بابا بابا جول جواو ماريو ينطلق جواو ماريو جواو ماريو ماريو بيريسيتش ايفان 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 الثاني السوبر يحسمها المرعب خلاص رجعت لكاردي الكرة تبعد هذه التصويبة في المرمى الهدف الثاني الجرانتينو عن طريق سوبريتش ايفان بيريسيتش روسيا وانطلق سانتون والحارس يصوت با 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 جول هدف المباراة من إيفان بيريسيتش يسجل الجول الأول وإخراج الكرة من منطقتهم تعبوا وانطلق مرة ثانية بيريسيتش راح دخل انطلق يوصل بيريسيتش 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 تزيد جول با 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 جول ثنائية من بيريسيتش بعد هدفه الأول في التوزيع مرة ثانية عرضية بيريسيتش والدفاع رجعت الخلف جواو ماريو ولولا وجول هاتريك من بيريسيتش ثلاثية اليوم يسجل هدفه السابع في الوقت بدل الضائع.